اعمل لايف دلوقتي، عايزين نعمل لايف بقالك ساعة بتزن عليا وتقول لي اعمل لايف دلوقتي. على ايه بقى اللايف بقى بتاع دلوقتي؟ انا ما كنتش مجهز له خالص، ولا اعرف بقى انت عايز تعمل ايه. مش عندنا حاجات كتير وعندنا عروض جامدة وعندنا حاجات أحلى عندنا عروض كتير وحاجات كتير. جامدة وحاجات احلى. لو اللايف طلع وحش هقول لا لك مع عيب عليك، السلامة، كويس، عيب تمام، عيب، تمام. وهخلي الناس تزعلك لا لا لو تمام، اللايف طلع وحش. لا تمام تمام يا عم. طب عندك ايه؟ تمام عندنا النهاردة بقى المنشر يا ريس. منشر، ده منشر المعدن، العلب حديد، ده المالتي. حديد، مطلي مطلي، ماشي للمالتي. معلش معلش، بنلعب بلايستيشن كتير. المنشر كان ب 550 جنيه، باذن نازل الله. ب 475 جنيه، وموجود منه الوان على فكره، موجود ايوه منه باذن الله، الفوشيا ثلاث والاحمر الوان ورا بعض. والازرق كمان، ما بيصديش خالص ومحمل وتقيل، حتى السلك بتاعه هنا كمان محمل محمد برضو وتقيل. وعندنا المنشر دي برضو ايه، بلاستيك. البلاستيك اندلس، ده البلاستيك اندلس ده كان 650 ونازل ب 575 جنيه. ده العرض بره. خلاص كده اللايف كده مش انا بقى ولا لا اعمل يا ايه؟ ريس، امال ايه لسه في تعالى تاني؟ تعالى، في عروض جامده جدا يا جدا راجل جدا. طب يلا تعالى. طب بقول لك ايه، عشان الناس سألت على الفوطه دي، عاملين على عرض برضه ب 20 جنيه خمس ب 20 جنيه فوط، خمس واحد فوط. اتنين تلاته اربعه خمس فوط للحمام او للمطبخ، الخمس فوط ب 20 جنيه، صح الكلام؟ صح يا ريس. عندنا شغل كتير والله حلو. بتاعها ايه؟ بتاعت المنين اهي، 25 جنيه الستانلس، وعندنا المعالق الخشب ومعالي ثلاثة الخشب في واحد وأربعة في واحد. والفرشه اللي هي بتاعت البوتاجاز ب 15 جنيه، ومعالي عجلة البيتزا وعجله البيتزا ب 20 جنيه وقشرة السمك الستانلس، اللي ناس كتير كانت بتسأل عليها وقشرة السمك جبناها برضو، ب 20 جنيه، ومضرب بيت سيليكون، مضرب بيت سيليكون 25 جنيه. وفرشة بالإسبان بص بقى بتاعت الفرشه عجلة دي بقى، دي البيتزا. فرشه وسباتيولا الاثنين مع بعض نازلين ب 20 عرض جنيه، يعني ب 20 الواحده جنيه ب 10 جنيه. والله انا عايز بقى الطقم الفوطه ده، ممكن اتفرج عليه؟ ممكن يا ريس، فرجني عليه كده. ممكن ده نتفرج طقم عليه. فوطه 6 في 1 فوط مطبخ، صح كده؟ صح، 6 قطع جوه ب 35 جنيه، افرد لي كده يا باشا، يعني دول كده 3 ودول 3 صح؟ ايوه افرد كده. حلوه جدا دي، فوطة بتشتغل حلوة. حمام ومطبخ، 6 فوط بكام؟ ب 35 جنيه، 35 والله جنيه خامتها تقيله وحلوه دبل ده. كويسة، حلوه قوي يعني. ودي مطرزة من ممكن الجنينة سفره ولا كمان، مغسل ولا أي حاجة، مش شغالة خالص. متطرزه طبعا من الجنابه ايه، ممكن سفره كمان بس أيوة صغيره تشتغل. على السفره دي. طب يلا يا عم تعالى وريني بقى انت عايز ايه. كل ده احنا هنعمل لسه إيه؟ ما وصلناش لا لسه اللي ما انت عايزه، وصلناش صح؟ اللي أنا عايزه. تعالى ماشي. يا ريس، بقول لك مش متفق كده. تعالى خش في الشارع ده. احنا الميزه بقى عندنا ان انت ممكن تخش تتمشى عادي جوه، تتفسح عندنا، تجيب عندنا بقى 50 معاك جنيه عربيه هنا. الولاد البتاع، في ناس بتطلع رحلات عندنا أيوة ايه. عندنا هنا. ده الجديد يعني بقى، وده اللي احنا بنحاول نغيره في الادوات المنزليه في اسماعيليه، ان احنا يبقى كل حاجه في مكان واحد يعني. طب يا عم يلا تعالى فرجني، يلا عندنا بقى قول لي حاجات بقى. استنى تعالى حلوة. نمشي حاجه حاجه كده. ده المقص الايه، الاورنج بتاعنا نازل ب 29 جنيه، 29 جنيه 29 بسم جنيه الله. قواعد الغساله المستورده بنعمل ايه؟ نازله ب 20 جنيه، ب 20 جنيه ب 20 جنيه. تمام. الشرشوبه ما دي ينفعش. بقى، لا ينفع الشرشوبه دي عشان احنا هنعمل عرض الخميس والجمعه، فالشرشوبه دي خميس وجمعه بس، خميس وجمعة دي بس. اللي هي بالستانلس من فوق. ده دي ايوه رايح تفرج الناس، افتح تفرج الناس. دي بقى القطن، القطن القطن يعني، يعني الالوان منها تعبانه، دي القطن القطن اهي قطن كلها قطن 100% ونازله، هتنزلها ب 45 ايه جنيه، 45 جنيه 45 انت جنيه بتضيع بقى النهارده يا ريس دي شكلك. 25 جنيه برضو المستورده بتاعتنا. برضه قطن 100%. قطن 100% طبعا. بصوا عندنا بقى بقى دي حاجة. الشرشوبه المهير عندنا منها 3 مستويات للشرشوبه، تمام؟ تمام. عندنا اللي هي دي العاديه ب 10 جنيه، ب 10 جنيه، وعندنا وعندنا دي دي نص لوكس، 15. نص لوكس دي النص 15 جنيه، دي اللوكس وعندنا بقى كله اللوكس لوكس كام هي؟ كام يا ريس؟ ب 35 جنيه. طب وخميس وجمعة كام؟ ب 30 جنيه بس، 30 جنيه بس. 30 جنيه طب جاروف الثعلب. هات بس ده كده. طب ماشي نخش قول لي على ده ده. بقى ايه؟ دي دي زعانف. اللمامة، دي لمامة. اللمامة، اللمامة بتاعت بتاعت الأرضيات، السجاد والبتاع والكلام ده كله، بالعصاية بتاعتها أو من غير عصاية، يعني زي لو أنت عايزينها من غير عصاية أو بالعصاية، تمام؟ دي التركي الأصلي موجود منها أربع الكبيرة ألوان. 6 ريشة اهي، موجود منها 4 ألوان، ونازل منها اللي بعصاية بكام؟ اللي بعصاية هي لوحدها كده بكام؟ كام؟ ب 75 خمسة جنيه وسبعين جنيه وبعصاية والعصاية ب 90 جنيه. بتسعين جنيه طب النهارده خميس وجمعة هي هنعمل ايه؟ ب 60 جنيه بس، بستين جنيه من غير ستين العصاية. جنيه من غير عصاية، ب 60 جنيه من غير من غير عصاية، العصاية 75 75 جنيه بالعصاية، بس بالعصاية. ده خميس خميس وجمعة وجمعة بس، بس، تمام؟ خميس خميس وجمعة وجمعة بس. بس. تعالى تمام بقى يا باشا قول لي كده، نشوف الجاروف الثعلب. وريني الجاروف الثعلب، ده الثعلب بتاعك؟
يلا باشا قول لي بقى. هنعمل عليه ايه يا ريس طب النهارده؟ افتح كده وفرج بس، ده حلو ده، ممكن ايه تلم الشعر من ال، كل حاجه حلو تمام، بيعمل كل حاجه، بسم الله ما وريني شاء الله، كده يا قايم اسطى. بكل المهمات. ماشي الله ينور عليك. ايوه اما تيجي بقى تلم اعمل بقى الشعر ده هنا في، ايوه تلم بقى منه الشعر كده، حلو على فكره وكبير وخامته حلوه وشعره تقيل. وشعره تقيل. بكام بقى يا معلم؟ بكام يا ريس؟ انت عندك بكام؟ انا عندي ب 40 جنيه وانا عامله لك خميس وجمعه ب 30 جنيه، بس. ايه رايك؟ لا ده جميل 30 جنيه جميل، الله ينور عليك يا ريس. ماشي تمام. تمام يلا اللي بعده اللي بعد وريني كده. ايدي. دي عشان الناس طلبتها كتير قوي، اللي هو اللي بتتعلق في الضرفة من الاندلس، اندلس بحاجة محترمة يعني. هي جميلة بص ب 5 ده جنيه ايه اللي واقع يا ابني؟ العين وحشة. اه بعيد عنيكو. اندلس ب 45 جنيه، 5. عندنا من الوان كتير، الوان بقى بالهبل، الوان بص كتير بالعبيط، الوان كل دي بالعبيط. الوان. اه ما شاء الله. وريني بقى معلم تمام كده. بقى، عايزين نشوف دي بقى يا ريس. ايوه دي حكايه حكايه دي معانا. ايه بقى معلم؟ دي دي احكي لي مبشره، كده. يلا دي مبشره. مبشره. تعمل ايه بقى المبشره؟ بتبشر في ضيق. مبشره وبتبشر؟ لا ازاي يا عم، في ما منها ينفعش. ضيق وفي منها واسع، وفي بتعمل شيبسي. وبتعمل شيبسي فين طيب الحاجات بتاعتها دي؟ والشيبسي فرجني. بتاعتها كلها. اه ادي وش ده اللي هو البشر الواسع اللي انت اه وده بتشره ده، الوش البشر، وده وده الشيبسي، وده الشيبسي، الوش وهنا البشر الضيق. الضيق. اختراع. من عند وبعدين العطش هنا بقى تعمل كده عشان عشان تمسك في تلزق، الايه، في تلزق تمزق في في الرخامه، في الرخام. الرخامه صح كده. صح. طيب تمام يا معلم. شغال بكام؟ شغال ب 200 جنيه. انا اشتغل عليها خميس وجمعه، ايه 125 جنيه 125 جنيه 125 جنيه خميس 75 وجمعه. جنيه اه خميس وجمعه بس، ما انت الناس ايوه عشان ايوه الناس لسه قابضه، فرصه فرصه اهو قبل فرصة. ما يلا يفرتكوا القبض. يلا يلا دي بقى يا الليفة بقى معلم. احنا اه عليها الليفه بقى الثالثة. المعروفه، 2 في 2 1 في 1. معروفه، هي طبعا حاجه محترمه وحاجه كبيره، 7 جنيه ونص بس. بس كده. اه يا باشا كده طب قلنا بقى عايزين هو نعمل كده عرض، يا باشا، ما هو عايزين مش هينفع نعمل غير عرض. كده يا باشا. عايزين نعمل على طعم التابل ده عرض حلو. يلا يا باشا عايزين نعمل عليه عرض كده فاهم، اديني خميس يا باشا. وجمعة برضو. خميس وجمعه. نخرب بيت الدنيا اه عند مجدي وبس. دي يلا التوابل بتاع الاستيكرات بتاعت الاستيكرات التوابل، والفرشه الفرشة والقمعه والقماش والصوبيبي والقلم. ده المستورد. بصوا بقى يا جماعه، ده عشان برضو ايه، لما تيجوا تفتحوا الغطا من هنا هتلاقوا الغطا كده، لو لقيتوه ابيض من جوه ما تاخدوش، لقيتوه اسود كده ده القديم بتاعنا بتاع زمان. تمام كده برضو يعني، دي حتت فنيه كده بحاول اديها لكم عشان خاطر ايه، تعرفوا تبقى انتوا المضروب اه من مضروب المستورد. من مش مضروب. بكام يا معلم؟ بكام؟ احنا بنبيع 549 جنيه بدل 700 جنيه خميس يا وجمعه بس. خميس وجمعه بس خميس وجمعة. يا جماعة تعالوا الحق 549 بسرعة، جنيه الحاجات دي هتخلص السبت. تمام. افتح دي يا باشا. نفتح يا ريس. ايه هتعمل فيها حاجة دي برضو؟ اه طبعا. نعمل فيها ايه؟ يلا بس ماشي. احنا بنبيع ايه بقى يا ريس؟ انت بتبيع 3 و10. التلاتة بعشر. ايه ماشي هتعمل لنا حاجة النهاردة حلوة؟ اه طبعا تعمل لنا ايه يا هظبطك. ريس؟ هات هات تاني. دول ايه 3 تاني؟ ب 10 هات تاني، تاني؟ دول 4 ب 10 هات تاني. تاني؟ اه ايه؟ 5 ب 10 جنيه. الخمسة الخمسة ب 10 يعني جنيه الواحدة بدل ب 2 التلاتة؟ جنيه. الخمسة ب 10 جنيه خميس وجمعة، دي الليفة الفوطة اللي هي البديل ايوه السلك اللي ما بتصديش. ما بتصديش دي. اه دي الأصلية تمام. الخمسة ب 10 جنيه الخمسة خميس ب 10 وجمعة جنيه بس، خميس يعني يوم وجمعة بس. السبت ما اعرفكوش تيجي تمام. خميس تلاقي، تيجي تيجي جمعة جمعة تلاقي، تيجي سبت ما هتلاقينا تلاقيش. قافلين. افتح ده، ماشي. افتح يا معلم. بص الكواليس عندنا حضراتكم، بصوا يعني، بص الرجاله دي كلها قاعده بتتفرج علينا. يلا يا باشا قول لي بقى يا معلم عندك ايه؟ ده بتاع الشرابات. ده كيس الشرابات الكبير بالسوسته بتاعته ده الحجم الكبير، ب 7 جنيه ونص، ما الحجم بنبيعش الكبير الصغير. ب 7 جنيه ونص. يا ريس ب 7 جنيه ونص. جنيه ونص. افتح ده كده يا باشا. نفتح ده، خميس وجمعه. نفتح ده عندنا مفتوح. عايز اقول لك حاجه يا ريس، نعم. في ناس كتير هتزعل منك والله، لا هتزعل ناس لا كتير ما اللي يزعل يتفلق، والله العظيم، هتزعل ناس كتير انا قوي. ما بحبش ازعل زبايني. اهم حاجه التجار اللي الزبائن. تزعل تتفلق. يلا يا باشا يلا يا باشا. يلا. ها عندنا افتح يا ده باشا. اه ده بقى ده احنا عايزين منه شويه، ده بقى الناس تبقى تاخده من ايديها كده وتحط فيه الحاجه وهي بتتسوق عينينا عندنا يا يعني، ريس. وعندنا منه الهايبر كميه بتاعنا. كبيره. اه هننزله النهارده خميس وجمعه ب 99 جنيه. ايه ده؟ افتح كده اليد كده 99 وارفع جنيه كده. اه حاجه شياكه تمام يا يعني، ريس. 99 جنيه 100 100 معاك. خميس وجمعة بس خميس وجمعة بس بكام؟ خميس ب 99 ب 99 جنيه جنيه يلا. خلصنا؟ لا ما خلصنا ايه؟ خلصناش. تعالى يا ابني لم الحاجات دي عشان نعرف نتحرك. ورينا بقى كده دي الستارة. ستارة الحوض اه بتاعت المطبخ والشباك، والشباك. ده الشباك. دي الشباك. ايوه افرد كده. ايوه دي ستارة الشباك، الكارو ومعاها الحوض ومعانا بتاعها. الحوض الحوض بقى بتاعها. متر ونص.
عرضه متر ونص، عشان الناس اللي سألت على ايه عرض الحوض قد ايه، عرضه متر ونص. وفي معلومه عايزين نوصلها للناس برضو فيها، اه ان مثلا بدل ما تيجي تشيليها كلها من الحوض عشان تغسليها، اه لا انت انت بتجيبي دبل دبل فيس فيس، اه وتلزقيها بتلزق هنا الحته دي، والسكوتش ده بتشال، بتشيل وتحطها الستاره زي ما انت عايز. صح بتغسليها كده، وترجعها تاني. صح الكلام، صح تمام الكلام، الله ينور. ايوه الناس اللي بتسأل الافتتاح امتى، احنا الافتتاح قريب جدا، بس احنا اللي مأجلنا في موضوع الافتتاح ان احنا عايزين نفتح وما يكونش في حاجه ناقصه. صح. فاحنا يوميا بننزل شغل جديد، وما ينفعش نقفل الباب قدامكم، يعني احنا شغالين عادي خالص، وقت ما هنكون خلاص خلصنا والدنيا تمام هنعلن عن يوم الافتتاح، لكن هو قريب جدا جدا جدا. جدا بكامل جزر بتاعي دي يا الحروب معلم، دي ما انت ما تاخدنيش في الكلام وتسرح معايا. ليه؟ ماشي، دي 125 125 جنيه جنيه وريني الوانها. الوان كتير بقى يا ريس. ادي واحد، ايوه ادي اتنين، ادي ايوه تلاتة، اه ادي تاني، ادي النبيتي اربعة. والازرق والموف والاحمر، عندنا، لا ثواني، عندنا ده بقى الجامد ده بقى. وده بني في بيج، ده اصلا الله اساسي لون ينور. الكراسة. طب شهروا اللايف يا جماعه، عشان النهارده في هدايا، في هدايا كتير، في هدايا النهارده، هدايا كتير في هدايا وهدايا بقى، قريبة والهدايا مختلفه عن اي هدايا عن اي تانية. هدايا احنا طلعناها. تمام، تمام 125. تعالى لي بس كده يا 125 باشا، هنعمل ايه؟ هات لي ده كده يا باشا بعد ده بقى اذنك. هنقف الاكليريك ده. ايوه هتطلع تقف وهتتشقلب. لا انا عايز بقى، تعالى ادي ابو طويل، اقعد تعال اقعد. ايه نايم؟ جردل نايم. الاكليريك، اطلع الجردل يوسف، الاكليريك من الاندلس. انت بتخاف يا يوسف؟ اطلع يا يوسف. بصوا ما شاء الله، بص عمود الطول السقف بقى كده، المس السقف بايدك. ما شاء الله مع العصايه الجردل بتاعته معايا برضه. العصايه بتاعته. انزل خلاص خلاص يا يوسف خلاص انزل يا يوسف، يوسف. انزل يا يوسف. حلوه فكره حلوه. تمام، ومعاه 2 غيار. تمام، واحنا كنا شغالين عليه 650 جنيه، هتعمل ايه والنهارده النهارده؟ خميس وجمعه. خميس وجمعه، اه روق خميس على وجمعه زبايني بس. يا عم، اصل انا زبايني غير زباين اي حد، يعني انا ايوه زبايني يعني هتلاقي الموضوع مختلف عندي شويه. كتير. هي اه دي الجمعه البيضاء بقى. اه دي الجمعه البيضاء، خميس وجمعه بيضاء، خميس الابيض الجمعه والجمعه البيضاء. البيضاء. شغال كام؟ شغال 650 والله يا ريس. طيب هنعمل خصم 100 جنيه كمان، هيبقى ايه ب 550 جنيه. اكتب يا باشا بقلم، 550؟ اه اكتب قلم قلم احسن. عشان ما ننساش، انت اكتب بتدمر بقى كده. 550. 550 جنيه 550 اللايف النهارده. ما جنيه كانش حد يروح هناك يا ولاد، اللايف النهارده ما كانش معمول حسابه خالص، بس يعني بس انا قعدت زن عليه لعند ما عملنا اللايف. ايوه تمام والله العظيم. تمام. هنعمل ايه تاني يا ريس؟ المحل ده جوه المول بتاعنا، المحل ده هيبقى الانتيكات والورد حاجات والزرع ديكور. وشغل العرايس حاجات بقى بقى لما والكريستالات. ايوه تمام، وابراهيم بلمع الازاز، فده ان شاء الله احنا جهزناه النهارده، والاستندات بتاعته اهي في الارض يعني والله. ايام، وهيتفرش ان شاء الله. خلاص احنا تمام. بنحاول نكشف لكم واحده واحده برضو، شويه شويه كده، عن الايه، عن اللي احنا عن اللي انت بنعمله يعني. بتعمله. ايوه وريني بقى كده معلم الحاجات الحلوه سبت دي. الغسيل، سبت سبت الغسيل. المشابك. سبت معلش المشابك. معلش، ايوه سبت سبت المشابك. المشابك، عندنا منه 3 اشكال، 3 اشكال بمقاسات. بمقاسات. ده ابو 15 جنيه، ده ايوه، وده ابو ابو 15 25، وده ابو 25 وده ابو كام؟ وده ابو 25 لا برضه. ده ب 20. هتنزل ب 20 اه بس. ده ب 20، الله والكبير عليك يا ريس. ب 25، والصغير ب 15 15 جنيه كلام تمام. جميل. تعالى البانيوهات بقى بتاعت الاطفال، عندنا البانيو. بانيو الاطفال ده، ابو لعب ده، خمسة عشان الطفل 135 يتسلى وهو بيستحمى. ب 135 جنيه. وعندنا وعندنا بقى الخاتم. ده اللوكس بقى، وده ابو رجلين. ارفع. طيب انا مش شايف حاجه. ايوه كده، بص ليه ليه جا... هيجي هيجيبه. ب 175 ده اللي هو ابو رجلين ده، وفي ده ب 150، ده كبير بقى برضو، ده ما شاء الله كبير، والخامات بتاعته حلوه جدا. دي برضو. اندلس برضو، كلها الاندلس. ب 150 جنيه. 150 وعندنا البوتي بتاعت الاطفال اندلس برضو ب 45 جنيه، دي 45 اندلس جنيه. يعني الخامه بيور. جامده جدا برضو. تمام، اقول لكم ايه الهديه؟ ايه الهديه؟ لا عندنا النهارده هدايا ان شاء الله الجزامات، يعني هنطلع جزامتين من دول في عرض اليوم، هي بعرض اليوم. ب 225، هنطلع قطعتين هديه النهارده، وفي قطعه ثالثه كمان، يعني في هديه ثالثه كمان هتبقى ايه لحاجه تانيه يعني. تمام. سبعه صباح الفل. الخمسه مج دول ب 15 جنيه، 15 جنيه خمسه دول، 6 مج، 6 2 4 6 ستة مجة أطفال ب 15 جنيه، ب 15 جنيه، والتلاتة والتلاتة ب 15 جنيه. حاجة محترمة قوي. حاجة حلوة. وتعالى بقى بص كده معلم، بص البلاستيك العلبة دي، بتاع العلبة. العلبة دي العلبة كبيرة، حلة، هي حلة تلاجة ما شاء الله، حجم كبير تقريبا 2 لتر وشوية، عاملة 30 جنيه. 30 جنيه. بص العجانة دي، بص العجانة دي حاجة برضو محترمة قوي، وب 20 جنيه. عندنا وعندنا بقى، رقم العلب ده. لا ده احنا عندنا علب هناك كتير. بص ده تمام. علبة خزين للرز او كده برضو ب 30 جنيه.
ماشي، بكليبسات من الجنب ومحكمة. ودي برضو العلبة دي برضو الألوان، افتح كده، دي كبيرة برضو تشيل حوالي 2 لتر ب 30 جنيه. تمام. واشكال حلوه كلها. تعالي لي كده ترولي. الستان. ترولي ترولي عندنا منه ده، حاجه. ترولي الاندالس. تمام، عندنا حاجه 3 دور، 3 وعندنا و4 حاجه 4 دور. بيور، خامات بيور، 3 و4. الاندالس كله. اوه، ده ايه ده بقى يا باشا؟ يا سلام عربيه عليك، يا تسوق يا سلام حاج، عليك، دي عربية تسوق. عربيه تسوق يا حاج، طب عشان ما انا شايفها فاضي يعني، لسه ما وانا لسه ملتهاش. هتسوق بقى. هتتسوق؟ ماشي يلا. التلاتة دور عامل 200 جنيه، والاربعه والاربعة دور دور عامل 250 جنيه، بس ده 250. الاندلس يا جماعة، البيور. البيور عليك نور. مش احنا قلنا يا باشا نلم الحاجة دي يا باشا، هندوس عليه. يلا لم، يلا. عندك هنا الزاويه بتاعت الحمام. الركنة بتاعة الحمام من الاندلس، 3 دور، ادي رف 2 3، ومعها تحت اللي هي العلاقات العلاقات بتاعتها، بتاعتها. قوة الليفة، خامتها عمود، حلوة، حاجات زي كده. و75 جنيه. في عندنا ال، امسك دي، سيب بقى، امسك دي كده، ده المنظم اهو بتاع المطبخ، 35 جنيه بالوانه كلها باليد كده، رتان هو اهو. وريني كده سبع، تعالى تعالى اقول لكم ايه دي بقى معلم. دي بص اختراع بقى معلم، بس دي حاجه بقى جامبو، حاجه كبيره قوي. دي مساحه بتاعت الارضيات. تمام، تعالى عاوش عشان مستعجل. بص بص، ايوه اعملها كده، لا اعملها خلاص ماشي، افردها كده. ايوه دي مساحه ارضيات، بس اللوكس بقى دي اعلى حاجه، اعلى حاجه موجوده يعني. بص 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 بص، وريني كده باشا، بس عشان القديم عندنا. بص دي ليها عجل هنا بتجري عليه، الدشمه دي كلها او القطع دي كلها كبيره قوي، العصاره بتتحرك بتاعتها. بتروح وتيجي عشان العصاره بتاعتها دي. وبعدين انت لما نيجي نعمل كده ونحط كده، يلا يا باشا. ايوه تمام، دي عامله 225 جنيه 225 جنيه 225. عندنا عندنا حاجات كتير لسه، لسه يا باشا، عندنا لسه. تعالى المطبقية، تعالى تعالى ورينا بقى. ماشي تعالى. المطبقية المطبقية دي 2 دور، معاها 2 صفاية. صفات معاك. صفات دي اندلس برضو، بستنايه. دي اندلس برضو، دي اندلس. اندلس. كل اندلس شغلنا معاها الاندلس ده الصينية بيوت. بتاعتها، وكانت ب 200 جنيه ونازلة ب 150 جنيه خميس ب 150 جنيه وجمعة ورايس، بس. خميس وجمعة بس. خميس وجمعة. خميس المراية، وجمعة. المراية كانت ب 150 ونازلة ب 135. يا عم عم احمد خليك معايا، يا عم احمد، 135 جنيه. ألوان بقى كتير، في منها ألوان الوان. روز وبيج وأبيض ولبني. تمام. الدرق ده اللي هو بيخش في البتاع، بس الخامة البيور بقى بيخش في ال، في رف في الثلاجة. رف التلاجة، لو الرف صغير هو تقريبا 1 لتر وب 12 جنيه ونص بس، ب 12 ونص. بدل 15 جنيه. تمام. تعالى لي كده يا باشا. جاي يا ريس. المنظم ده برضو، ده بتاع المعالق او او ميك اب رمودات او او حاجات زي روموتات او كده. حاجات زي كده، كان ب 40 جنيه. رتان اندلس برضو، الاندلس ونزلناه ب 30 جنيه خميس ب 30 وجمعة، جنيه عروض خميس خميس وجمعة يا وجمعة. جماعة. حلوة، حلوة قوي يعني. طب احنا نشاير، طيب عايزين نكسب حد يا باشا، احنا ما بنستناش لاخر اللايف، عشان اللي عايز يمشي يمشي يا باشا. يلا يا باشا، بنجيبها. طب هات لي، هات لي بس، هات لي، هات لي جزامه، هات لي جزامه يا باشا، نكسب حد بسرعه. يلا، ده ايه ده معلم بقى، انت شغال ايه ده؟ باسكت، باسكت، باسكت الاندلس مربع ومدور، بحاجه محترمه قوي برضه، خامته حلوه الهدية يا جدا. ريس. الهديه، الهدية تحس كده ان احنا اللايفات بتاعتنا هذه حاجه كده طبيعية رايقه، حاجه جميلة، لا تخليك مش طبيعية. حاجه رايقه وحاجه هاديه كده، مش سوق الجمعه اللي شغال. تعالى بقى حط كده في القلم، حط حط كده يا في باشا. الأرض. ايه أنت هتكسب جزامة يا باشا، عايز قلم بس يا باشا، وامسك وصل انت ده عليك. كده، خليك هنا كده. تمام. القلم أهو. تفتحها؟ القلم أهو. لا يا باشا ما تفتحش، فرج الإيديه. جزامه 4 دور. تمام. كان في واحدة بلاستيك. مجهوزة جاهزة على المكيف. مين صاحب الحظ او مين صاحبة النصيب؟ يلا مين هيكسب معانا الجزامه؟ خلي الجزامه في الخلفيه كده. ليه يا اسطى كده يا اسطى؟ ايوه كده، خلي الجزامه اللي هتكسب معانا، او اللي هيكسب معانا دلوقتي هيكسب معانا الجزامه دي. جزامة 4 دور. وعندنا تاني برضو، لسه لسه في ناس في. تاني هتكسب تاني برضو نفس الجزامه برضو. عايزين نشير بس اللايف، اهم حاجه نشير اللايف، نعمل لايكات كتير وكومنتات كتير. كوين لانجري، اقفل الاكونت يا كوين. والله نفسي اكسب الناس كلها والله، يعني الناس كلها حبايبنا والناس كلها اصحابنا، فنفسي يعني. غريب حواش، مش غريب، رجل، غريب رجل حواش. اخيرا رجل. غريب، غريب حواش. نقول مبروك وتحية خاصة لكل آلة حواش،
والله يرحمه الحاج سيد حواش يعني حبيبنا يعني. تمام. فالاستاذ غريب حواش الف مبروك، شرفنا باشا في اي وقت تاخد هديه. يلا نكمل يا ريس. يلا باشا نكمل. نعمل ايه؟ الهديه الهديه يا باشا. غريب مبروك يا استاذ غريب. هات يا باشا. تعالى يلا يا ريس. عندنا ايه تاني؟ اه طبق التسالي الابل. الابل متقسم اربعه خانه، اربعه، وده متقسم خمسه، ده خمسه خانه وده اربعه خانه. الورده والابل عامله 45 جنيه. 45 45 جنيه. وريني. لا ثانيه واحده، انا عايز ده. لا عايز اللي فيه السته. فين السته؟ اهو ده. ايوه ده فيه 12. ايوه وريني وريني ده. بص بقى ده ثلاث، ده 12 12 قطعه، 12 برطمان اللي هو المربع ده، اربعه فوق واربعه في النص واربعه تحت. ومعاهم بقى بص الورق ده، او الورق ده مكتوب عليه، استنى، مش بيتلزق، هو بيتقص ويتحط، مكتوب عليه شطه وفلفل والحاجات دي، وكمون ونعناع وكاري وزنجبيل. 12 برطمان، 12 برطمان، 3 في 4 12 برطمان. البرطمان الواحد 400 مللي. 400 مللي. بدل 150 جنيه نازل ب 115 جنيه. 115 جنيه. يجي الخميس والجمعة تلاقيه. لازم. يجي السبت ما تلاقيش. ما تلاقيش. تعالى كده وريني دي. مضخة الصابون الاثنين. دي مضخة الصابون الاثنين عين، بس دي الكبيرة الجامبو. دي الجامبو. 45 جنيه. 45 جنيه. تمام. وفي عندنا يا باشا، في عندنا فرد العجين الكبيرة والصغيرة. فين الصغير والكبير؟ ايوه الصغيرة والكبيرة ب 25 و 30. 25 جنيه. ايوه و 30 جنيه. واحنا بقى لنا قد ايه شغالين يا باشا؟ نعم يا حبيبي. لا تعالى بس يا عم الحاج، الشياطة. الشياطة عاملة 20 جنيه. 20 جنيه. ولا استنى، والبتاع اللي هي دي احنا قلناها تمام. خلينا بقى ماشيين كده عشان انا في حاجات كتيره بدي. البتاع بتاعت الدوناتس دي ب 15 جنيه. قلنا عجله البيتزا. الولاعه دي ب 20 جنيه. الولاعه ب 20. المقص قلنا عليه اللي نزلناه 29 جنيه. التلات مقصات بقى الحاجات بتاعت الدقن والشنب والحاجات دي 15 و17 ونص و20 جنيه. تمام. وعندنا المقص الصغير برده ب 15 جنيه. الامواس اهي بتاعت الحواجب والحاجات دي ب 15 جنيه. 15. وبعدين عندنا الاكياس الجوانتي. اللي فيه 100 ب 12 جنيه ونص، وزيه برده للقعده بتاعت التواليت ب 12 جنيه ونص برده. تمام كده. لا ده اكياس جوانتي اهو بتاعت القعده. دي بتاعت القعده ب 12 جنيه ونص برده. تمام كده. عندنا فرش. عندنا احنا على فكره يا جماعه، احنا اللايف كده مفتوح في الجزء بس بتاع البلاستيكات، البلاستيك الرفايع. رفايع بلاستيك بس، لان احنا عندنا هناك جزء كبير اللي هو بتاع اللوكسيات يعني. واحده واحده. لا فين الفرشه الثانيه بتاعت انهي الفرشه؟ الفرشه بتاعت التشابك اهي. التشابك اهي نازله بكام؟ 15 جنيه. ب 10 جنيه بس. ب 10 جنيه بس. فرشه فك التشابك. غير الاداء. 10 جنيه بس. 10 جنيه بس. ضرب الدنيا اهو. يلا ما تبقوش تستفزوني وتقولوا تعالى نعمل لايف. انا والله قعدت اتحايل عليك كتير. ما تستفزونيش وتقولوا تعالى نعمل لايف. هات المصفى دي كده. المصفى دي من من 35 جنيه. دي مصفى بالطبق، نزلناها ب 20 جنيه خميس وجمعه. تمام. مصفى في بعض. خميس وجمعه القطعتين دول ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. وريني بقى معلم العلب اللوكس اللي عندك، 3 في 1 و5 في 1. ممكن ننزل على الارض. انزل على الارض وادي ال 3 في 1. لا خلاص دي زيها، ادي دي زيها. خد 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 اهي. ماشي تمام. ماشي. وعندنا هنا تاني. تمام. الجاروف، الجاروف الهلال والنجمه نازل. ده اللي بيتلم 45 جنيه خميس وجمعه. ده اللي بيتلم عشان خاطر لو عايزين نحطه ورا الباب. 45 جنيه. عندنا اكريليكات كتير والله. شغل كتير. اكليريك. لا ده مش بلاستيك. اكليريك يا باشا، مفيش الكلام ده. هدوس عليه. مفيش يا باشا الكلام دوت. وفي منه المربع كمان بتاعه تحفه. بص المربع بتاعه عامل ازاي؟ تبارك الله. ب 65 جنيه بس، حاجه كبيره ما شاء الله. وفي اللي هي بتاعت البقوليات دي 25 جنيه بالكوبايه بتاعتها. 25. تعالى بقى افتح كده يا معلم. انت رحت فين يا محمد؟ هات يا معلم. كمية. قول لي بقى. لا افتح لي بقى ده كده الاندلس ده. ده طقم علب الاندلس، ثلاث قطع، ثلاث مقاسات مختلفة. اتنين كليبس من الجناب محكم الغلق، وطبعا رقم 5 وبيدخل ميكرويف. الثلاث قطع دي دول ثلاث مقاساتهم. وفي بقى منه بقى طقم تاني خمس قطع. ماشي. ده حلو كده. ايوه تمام.
ما احنا هنقعد نستناك بقى لما تعمل الكلام ده. خلاص يا باشا خلاص. تمام ادي دول ده التلات قطع عاملين 65 جنيه 65 جنيه والخمس قطع بس في بقى معاه اتنين اكبر من ده يعني دول تلاتة يعني كده في اتنين نفس المقاس هنا بس في اتنين كبار ده ب 125 الاكبر بتاعه 85 الاندلس برضو تلات قطع مستطيل حلو قوي بقى في الجبن وفي الحاجات الصغننه حلو ده اربع قطع اربع قطع ايوه اربع علب ب 85 جنيه دي كانت ب 55 افتح بقى ثلاثة علب ثلاث الوان بثلاث مقاسات مربعه ب 55 جنيه والهلال ونجمه 75 جنيه الثلاث قطع بال يعني تعال نكسب برضو حد تاني يلا عشان نفس الدنيا شويه يلا اقول لك على حاجه سابه قول لك ايه هات لي حد كده يفرد المرياله دي انا معاك واحد اللي كانت ب 25 ب 25 جنيه هنعملها ب 15 جنيه خميس وجمعه خميس وجمعه ب 15 جنيه حاجه بص والله العظيم محترمه جدا وبعدين معاها اتنين انت لابس غلط يا ابني ايوه لا لا هي صح هي صح ما لبستش مرياله قبل كده ولا ايه شاب الله اكبر بصوا يعني بصوا 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 طويل وكفته معاها الاتنين فوطه في اتنين فوطه عشان ننسى نش في ايدك هنا بس هو المفروض ان هي حريمي يعني هي المفروض تبقى في مع الستات تبقى الفوطه تحت هنا كده بس هو عشان هو طويل فالفوطه جايه له في وسطه ما شاء الله طبعا وهنا في جيب كمان هتحط فيه بقى حاجات وكده 15 جنيه سمعة خميس وجمعه بس 15 جنيه خميس وجمعه بس 15 جنيه الجزمه الثانيه والهديه الثانيه يلا يا جماعه بسم الله الله اكبر يلا دم بضاعتك يلا عندنا بقى تشكيله شماعات زي ما انت عايز من اول 20 جنيه و15 جنيه وحاجات كده ولحد 30 و35 و40 و45 و65 و50 الجوي ب 65 وكمان ال 10 في 1 هات لي ال 10 في 1 كده ال 10 في 1 خميس وجمعه ب 45 جنيه اللي هي الستانلس ستيل المكسيه انضف شماعه نزلت في الدنيا بصراحه والله حملات اسئله المستورده بال10 قطع ب 45 جنيه الخميس وجمعه بس خميس وجمعه بس يلا نكسب حد امسك يلا نكسب حد امسك التليفون بسم الله بسم الله سعيد الحظ مين معانا تعالى يا باشا الله احنا بقالنا قد ايه يا ولاد بقالنا قد ايه مالناش لسه بقالناش كتير احنا ما بنحبش نطول على الناس هنقعد ساعتين ندي يلا مش ما نتطرق يا رب راجل اللي يكسب يا رب ليه ما هو كسب المره فاتت راجل ما مره بقى من نفسهم يا حاج احمد ماشي بسم الله الرحمن الرحيم انا شغل عم صابر يلا واللايف في كام يا حاج الصراحه اللايف لايف ايه الصراحه اصل ما عندك عارف والله ما عدى غريب جدا جدا انا عشان استغربت ده عشان كده اسمه لايف استثنائي انا نزلت من القطر جري على الهيله عشان المكان يا جماعه الناس اللي بتسعى لمكان المعرض الجديد هو المحل القديم بتاعنا اللي في السكه الحديد بس احنا خدنا التوسعه اللي ورا يعني انت هتيجي تخش المحل السكه الحديد تخش عادي خالص وتلاقي بقى المعرض كله موجود يعني مش هنتوهكم مش هتروح في حته بعيد يعني يلا باشا انزا هاوس في بيتها انزا هاوس يعني. حنان يوسف حنان يوسف مش هيارة الاستاذه الف مبروك حنان انا تقريبا يوسف. حنان يوسف حنان يوسف زبونتنا دي مش عارف كسبت معانا قبل كده زبونت لا زبونتنا دي حنان. والله مش عارف الف الف مبروك استاذه حنان تنورينا وتشرفينا تاخد جائزتك مبروك يا استاذه حنان اتى شرطه خمسه باشا اتف سلم على مصاب كفايه كده النهارده كفايه كده ربنا يصبر نشوفكم على خير اللايف اللي جاي سلام